واحد شويه واحد شويه وهافي انت بقيت كتحب الجبهه هذه عاد شويه ماشي هكا وهكا خرطها انت. Good morning, beautiful people of YouTube. I hope you're having an amazing, beautiful, happy day. Well, كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وسيف والله يجينا ويجيكم من هذا الوباء هذا اللي كاين. Well, واحد ما عنده ما يدير الصبر، الصبر هو اللي غادي ينفع دابا. عارفين بلي راه بنادم ما مولفش انه يبقى جالس في دارهم واحد المده طويله. يعني بزاف ولكن الحمد لله، يعني الحمد لله على كل خير. الواحد هو اللي صبر، الواحد هو اللي صبر، هادشي اللي كاين. وحاولوا ما امكن تاخذوا البريكاشنز ديالكم، يعني ضروري خصوصا الناس اللي خدامين، يعني اللي مجبرين انهم يخرجوا من الدار. يعني الواحد هو اللي يرد البال لراسو ولعائلته، حدا ولادكم بعدهم الناس الكبار، الله يدير لنا شي تاول ديال الخير ان شاء الله. والمهم البلان اللي عندنا اليوم الدراري غادي يفهمونا بزاف. شنو هو؟ نتوما عارفين وحنا عارفين بلي راه حنا الدراري ما تندوزوش مده طويله باش نمشيو عند الحوض. ماكسيموم عندك 15 ريال تمشي عند الحوض، ولكن في هذه الازمه هذه ما كاين لا حلاق لا حتى حاجه. يعني اللي غادي تنفعو اللي عنده شي زهر عنده شي طوندوز في الدار راه غيدوز على راسو بالحيتو بكل شيء. راه اغلبيه تشوفوا اغلبيه ديال صحابكم تلقاهم دابا راه محيدين الشعر ومحيدين الحياه محيدين كل شيء، ولكن اللي عنده الزهر معاه شيرو في الدار ولا شي لعيبه الواحد بحالنا حنايا اللي اصلا ما كاينينش في ديورنا. اليوم انا وامين ان شاء الله غادي نحسنوا لبعضياتنا ونشوفوا نشوفوا كي غادي يطلع البلان. وانتم كيعرفين اصلا خلاص ما الحياه ما تنخليش للحياه. شفت تبارك الله قداش ولات ما الشعر عاوتاني بلا ما نهضروا وعلى الله طلع شي حسانه مزيانه. خليكم مع الفيديو. ناضي ناضي عندك تخور شوي دير بيس ديال ديال بيس صالو هز راسك. واه شو وين هذا البلان؟ اي شو البلان تخور شو بيس شو داشي يا مان؟ شو شو؟ ما في اسم شو داشي يا مان؟ شو شو؟ ما في اسم خبر الصالة خبر الصالة دابا دوي دوي دقرابي ياك ضرب بزار ولا زيادة بالموس؟ بزار ولا اه شمل الموس شمك حمق بالآن صافي لا ماشي بالآن اه بالآن لا ماشي بالآن بالآن والله ما عرفتش خالد ما عرفتش شنو كدير اخويا والله ما بقيت عارف شوف غير شوية غير شوية شوف هانت يا غادي هنايا غاد شوية هذا بحال هكا وعاد ترى انت كتطلع حدا حدا هاد الشيء سير شوية هاد الشيء وقول بسم الله وقول بسم الله انا بحال هكا وقول بسم الله حيت حفر يا ولدي حفر واش نجي حسنية نجي الصالون عندك تقمتي على الصالون المتواضع ديالي والأزمة دارت هي الأزمة ما إلا دير لي يمك أو دعك دور دور هادي الحلاقة صاحبي حنا تتعلم حلاقة غير ما نتعلمو تعلم الحسنة في روز لي تام تناكت بقى مشعري مارك بقى مغوف ولا لا ولي على في درت لك تخلي بحالك تحس بها سامورة السلام عليكم ترى شرا شوية في أصلا شو صغير كان ضربه بالزيرو وايد كنت تزيرو تاش الساحة باش نضربش أنا بالزيرو أهمي أبس بتغوكش بالزيرو قاعد عقز كيك هذا قاعد عقز كيك عبد الفير لي بغيت صح الله يشاك شوية مخصوص بيك في التشاك أوو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 و
بزاف واه حاولتي وجلس حتى جلس انت على الطباق حتى جلس صاحب انت راس دير بحال النعجه جلس لا حول ولا قوه الا بالله حرقنا صاحبي معاك صاحبي وما ندير معاك شيء كنا قلنا نتخلصوا من عندك اصاحبي شحال دير هكا 2 hours later شويه وهاد الزبل هادي راه شتي انت هنا خلصتش انا داك وهاد القيس كصحاب الجبل هادي عاد شويه ماشي هكا وهكا
خرط عامتها واش انا مخرط لها البوكس وخسرك حتى انا كامل هادشي باب الشك النهائي للسي زكريا اللي كان عرفت اخويا كيفاش انا ظلمك انا ظلمك من تختي فيه مهم اصدقاء اها بلا خليك شوف هذا هنا اللي شحال طالع نشوف هنا قاعد عرفتك بالله One week later. What's up guys مهم كما كتشوفوا من بعد سيمانه من الحسانه الشعر هو شنو يرجع كيف ما كان وعندك الزغب بحال ما حسنتش ما والو ولكن كومي المهم الا كنتو تفرجتوا في الفيديو اللي فات كنا درنا واحد البرانك للدري صاحبنا المهم ماشي شي حاجه ولكن كيبقى مقلب ولكن عمي خد الانيسياتيف وبدا كيدير البرانكس بيناتنا المهم دار لي واحد البلان انا خلي لكم تشوفوا دابا وغير باش نعلمكم سيكو صافي مني بدا امين صافي دونك يعني غادي تبدا بيناتنا البرانك وور حرب ديال المقالب سو كونوا واجدين غادي يكونوا بلانات جدادين وزوينين وراكم كتعرفوا البرانكس راه ما كيتسالاش ملي كيبداو صافي راه مشكل زكريا راه تيدوز شنو غندير لك تخيل One eternity later. Surprise! ديال الدرا هذا ماشي طحين في الفورس بصرا عاود دوش لا تعاود دوش قولوا لي في لي كومونتير كيفاش جاكم هذا البرانك هذا واش يستاهل نبداو عليه حرب ديال المقالب ولا لا غير هو انا راه ما غاديش نزقلو غادي نرجع عليه المره الجايه غادي يكون واحد البلان لي مدراس نيت وما تنساوش ديروا سبسكرايب فلاشين وباش ما يتفوتكم حتى شي حاجه اكتيفوا النوتيفيكاسيون وخليكم اجوف ان شاء الله غادي يكونوا فيديوهات زوينين وراكم عارفين المقالب ديما كيكونوا مزيانين حيت ملي كتجيبها شي واحد راه ديما كتجي مزيانه anyway خايبه هي ملي كتجي فيك نتايا ما عليناش انستغرام ديالي غتلقاوه هنايا باش تدخلوا تشوفوا حتى هو شنو كنلوح ما كنلوح دي فيديو لعباد داكشي اللي كنلوحو في انستغرام ما كنلوحوش في يوتيوب داكشي علاش الا بغيتو تشوفوا الفيديوهات اللي كيكونوا في انستغرام زوينين بزاف سيرو ادخلوا الانستغرام عندي تابوناو اف يو وان اوف كورس اند يا نخليكم هنايا بيس